والروقان. الشخير لا، الشخير مش مؤشر او تشخيص لمريض الانف والاذن او ان هو علامه من علامات الارهاق والتعب وبس. ممكن يكون في صعوبه في التنفس نتيجه زياده الوزن. خلينا النهارده نتكلم عن الموضوع ده مع الدكتور اللي منورني، وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه المفرطه، استاذ جراحات تكميم المعده، تحويل المسار بالمنظار، دكتوره جراحات المناظير، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه. منورني. انا احيانا بحب اقول كل التسميات دي لانه ليس كل من عمل في المنظار هو متخصص مناظير. تمام. ولا انا غلطانه؟ تمام. الشخير نو. الشخير نو خصوصا الستات بيضايقوا قوي من الحكايه دي. هنتكلم عن ضيق النفس، عن العملية الحقيقة بتخلصوا من صعوبة النفس عملية التكميم؟ زي ما حضرتك قلت كده، احنا لازم نستبعد في الأول ان يبقى في حاجة في كتخصص أنف وأذن في موضوع الشخير، ان هو بالأخص نتيجة ان يبقى في ضيق في مجرى النفس. نعم. كويس؟ الشيء الاساسي فيه يبقى زياده الوزن، فبيبقى فيه ترسبات دهنيه، فبتبدا هي تقلل من مجرى التنفس. في حاجه مشهوره قوي اسمها سليب ابنيا سندروم. سليب ابنيا سندروم دي ان في نسبه كبيره قوي من الناس اللي عندها وزن زياده بيبدا يحصل لها ان هي نفسها بيحصل فيه توقف لحظي لا يتعدى 10 ثواني او 12 ثانيه، خاصه اللي هو نايم على ظهره. طب اللي بيموت بيوقف نفسه كام ثانيه؟ لا ما هو لا ده 10 ثواني. عمرها ما تؤدي للموت خالص. السمنه مرتبط بيها السندروم ده او مرتبط بيها المرض ده، اللي هو هو حتى ما بيبقاش عارف، انما هو بيقوم بالليل حاسس ان نفسه مخنوق او ان هو مش قادر ينام على ظهره. بعد كده يرجع ينام تاني ساعه او ساعتين ويبدا القصه تتكرر تاني. يا حبه عيني فعلا. لان بيحصل توقف لحظي للنفس لا يتعدى 10 ثواني. فهو نفسه الجسم كطبيعه انه محتاج اكسجين، وبالتالي بيبدا يصحى. بيصحى بيقوم بيروح قايم يبدا يصحى عشان ياخد نفسه وبيرجع يبدا يرجع تاني. عادة مش هي دي القصة، يعني هو مريض السمنة ما بيبصش ان دي سببها السمنة. وحتى الشكوى بتاعت السندروم دي او المرض ده المرتبط بالسمنة ما بتبقاش الشكوى انا بصحى بالليل ونفسي مخنوق، قد ما هو طول النهار مرهق لان هو ما عرفش ينام طول الليل، مش عارف ينام وحاسس بالنعاس. في مصر بقى في عيادة اسمها عيادة السليب ديس اوردر، اضطرابات النوم. وده تخصص موجود في الطب النفسي من مده طويله قوي، بس في مصر بدا يعني يبقى يظهر مؤخرا وبقى فيه توعيه كبيره ليه. فالناس بدات فعلا تلتفت ان لما يبقى عندها مشاكل في النوم بتبدا تروح عياده اضطرابات النوم. انا بقول لحضرتك ليه؟ لان من عياده اضطرابات النوم دول بيجي لنا عدد كبير قوي من الحالات السمنة اللي عندها مشكلة في النفس بالليل، اللي مصاحبة بسمنة وبيبقى علاجها، دول بيبقوا عيانين ريفيرال مبعوتين لان هم برضو عندهم وعي بالقصة دي، علاجها انه ينزل وزنه. صح. ده اللي هو مرتبط بموضوع برضو الشخير، لان نفس الموضوع زيادة الوزن بتعمل صعوبه في مجرى التنفس فبتبدا تعمل شخير. طب هي الشيء بقى الغريب اللي بعد عمليات تكميم المعده وتحويل المسار، وده اللي احنا مسجلينه وعملنا بيه دراسات عالميه، ان موضوع الشخير وموضوع السليب ابني سندروم اللي هي صعوبه في التنفس بتختفي في خلال 24 ساعه من العمليه. يا سلام، يعني هو عمل عمليه النهارده بكره يبقى يتنفس طبيعي وينام ومفيش شخير؟ على الرغم ان في خلال 24 ساعه ما حصلش نزول في الوزن. وبالتالي بيخلينا نفكر ان عمليات التكميم او التحويل هي مش مجرد ان احنا بنغير من الميكانيك
او ان احنا بنغير من طبيعه المعده وبنقص، او ان احنا بنغير من طبيعه التشكيله التشريحيه، قد ما بنبدا نفكر ان في هرمونز موجوده بيحصل لها نقص في الـ في الـ في, الـ في الكميه بتاعتها بعد العمليات. دي صور قبل وبعد العمليه. ده تحسه كانه بقى شاب، كان كبير وصغير. طبعا الشكل بيتغير تماما، الشكل اتغير. والناس الاوزان الكبيره ده قمر كده بقى. ده كان عنده المشكله في التنفس والسليب ابنيا سندروم. في خلال 24 ساعه بيختفي موضوع الشخير وبيختفي موضوع الصعوبه في التنفس. العمليه ليها تاثير هرموني، مش مجرد تاثير ميكانيك ان احنا بنقص جزء، لا، هي ليها تغيرات في الهرمون. الجزء المستأصل اللي موجود في قبه المعده في عمليه تكميم المعده، لما بيستأصل تقريبا للمشاهد كان في هرمونات ضاره، هي اللي بتبقى مسببه للامراض، منها مرض التنفس ده اللي هي صعوبه في التنفس اثناء. والبنوته المعدة الجميله دي طبعا قبل العمليه مختلفه تماما عن بعد العمليه، وحده ثانيه. الشكل بيتغير والحاله النفسيه بتتغير تماما. شوف هنا بقى، شوف هنا، ما شاء الله ما شاء الله. التغيير غير انه التغيير صحي، هناك تغيير نفسي. نفسيتهم هي مبتسمه في الصورتين، وبرافو انك عملت كده، لانه لما تحط الصوره مثلا مش مبتسمه والتانيه مبتسمه يقول لك اهو ليه ما خل... لا اهي نفس الابتسامه، الست دي غير عن الست دي. الابتسامة واحدة بس النفسية بتبقى مختلفة. نفسية هي اللي اختلفت، النفسية اختلفت. الحلقة دي متخصصة بكل ما هو له علاقة بالنفس، بالتنفس. عارف أينشتاين كان ينام 10 ساعات. أنا أشك بأنه حد ما بينامش ساعات كافية من النوم يقدر ينتج تاني يوم ويدي أي حاجة حقها. لأن لازم يحصل مايند ريست، لازم يحصل استراحة للعقل عشان يبدأ ينتج من جديد. النوم الطبيعي كم ساعة دكتور؟ من 6 ساعات لـ8 ساعات. 8 ساعات. هما دول اللي يخلوا الإنسان ريلاكسد وفي استرخاء تام، فيبدأ ينتج بصورة مختلفة عن الأرق. الشيء المهم برضو في قصة النوم، نعم، اللي هو حاجة عندنا اسمها السيركيديان ريزم. انت لو لقيت ان هتلاقي، وده مهم قوي في النزول. Which means what؟ ايه معنى السيركيديان؟ ان ربنا خلقنا دايما ان من الساعة 6 الصبح هي دي اول ما الشمس تبدا تطلع، فشيء طبيعي ان الناس بتبدا تتحرك وبتبدا تشتغل. صح. لغاية لما تبدا الشمس تغرب على اخر النهار، هي دي فترات العمل. نعم. فترات الراحة هي فترات الليل. نعم. السيركاديان ريزم ان الجسم اتخلق كانه ساعه منتظمه، النشاط بتاعه هيبقى بالنهار والراحه بتاعته هتبقى بالليل، الحرق بتاعه الحرق هيبقى بالنهار ومش هيحصل بالليل. ده برضه نفس القصص، صور قبل وبعد. يعني الناس اللي بتقلب يومها دي ناس غلط. احنا بنتكلم من ناحيه السمنه. غلط. غلط، لان الجوع هيزيد بالليل بالذات قبل الفجر. رقم 2 ان الحرق عمره ما بيحصل بالليل، فحتى من الارشادات اللي بعد العمليه سواء كان تكميم معده او تحويل مسار، انه لازم يعدل من مواعيد نومه، انه ينام في المواعيد العاديه اللي اي انسان بينام فيها. 12 بالليل، 12 او واحده ماكسيموم. حلو. وان هو يمارس حياته بالنهار، هي دي الساعه الرقميه اللي ربنا عاملها في الجسم عشان يقوم بوظائفه بصوره حيويه مظبوطه. فالحرق هيبقى بالنهار مظبوط، مختلف تماما عن بالليل. لا للشخير، نعم للتنفس السليم، مع دكتور وليد إبراهيم، وأشكرك جدا ومساء الورد.